قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملات تفتيشية في الأسواق المركزية بناء على توجيهات سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة المعنية بتكثيف الرقابة والتأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية في الأسواق ومنع استغلال مناسبة عيد الأضحى المبارك لرفع الأسعار. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد سند رئيس التفتيش الدوري والميداني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أستاذ محمد كل عام وأنتم بخير ونرحب بكم في نشرة الأخبار، ولو تطلعنا لو تكرمت عن استعدادات إدارة التفتيش بوزارتكم الموقرة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. مرحبا فيك وحبيت أرحب فيكم وفي مستمعينا الكرام. طبعا تم اعداد خطط تفتيشيه ورقابيه متكامله بغرض تكثيف جولات تفتيشيه وحصر المناطق اللي فيها اقبال خاصه من قبل المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين. وهذه الاستعدادات التفتيشيه تتم قبل حلول عيد والاستعداد لها، وتمتد بعد الزيارات اثناء ايام العيد وتستمر ما بعد العيد. ونفس ما خبرتك يعني احنا دائما نغطي المناطق الحيويه وجميع محافظات مملكه البحرين. نعم أستاذ محمد، بالتزامن مع دخول مملكة البحرين في مرحلة اللون الأخضر في آلية الإشارة الضوئية، لو تطلعنا عن إدارة دور إدارة التفتيش أثناء القيام بالزيارات الميدانية أيام العيد بالتزامن مع تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في المستوى البرتقالي. طبعا عملت الإدارة على مضاعفة جهودها باعتبارها جزء من فريق البحرين وللتأكد من تنفيذ القرارات الحكومية بشأن التحقق من التزام جميع المنشآت التجارية ومرتادي هذه المنشآت بجميع الاحترازات والاشتراطات الصحية طبعا للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالأخص الاشتراطات اللي نفس ما ذكرتها اللي هو المستوى اللون البرتقالي اللي طبعا راح يبتدي إن شاء الله من يوم الغد، وإضافة إلى الدور الرقابي خلال الزيارات الميدانية اللي يقوم بها شنو المأمور الضبط القضائي بإدارة التفتيش. طبعا في كذا هدف، في ارشاد وتوعوي حق اصحاب المحلات التجاريه بتطبيق القرارات بشكل سليم لجميع المستويات اللي يعمل بها حين، ويتم تعريفه طبعا عرفه بالاشتراطات وشرحه لاصحاب المحلات. ساعات بعض المحلات يمكن يصير في بعض المخالفات جدا بسيطه اللي تقدر احنا في اثناء الزيارات الميدانيه نصححها. طبعا هو في حال رصد المخالفات وتجاوزات جسيمه يتم تطبيق هذه الاجراءات القانونيه والاداريه المقرره. نعم السيد محمد سند رئيس التفتيش الدوري والميداني بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه، كنت معنا ضيفا كريما في نشره الاخبار، شكرا جزيلا لك.